again. أهلا وسهلا، طولنا البريك شوي تطلعوا تتعرفوا على بعض. دي مغتربين لازم نستفيد منهم. هابي بيرثدي في عيد حدا الليلة؟ عقبال مية. اتزوج مين؟ عن جد؟ واو ليك شو مبسوط العريس عم يشرب بده ينسى. 5 سنين؟ مش عريس 5 سنين، ايه 5 سنين خلص تكون تبرمجت. لأنه الرجال بس يتجوز بيتبرمج، بتبرمجوا المرأة. بعمل له هيك تنويم مغناطيسي. في ناس 6 أشهر في ناس سنة بصير خلص رايحين على السوق، أوكي رايحين على السوق بيمشي وراها. بدنا نروح عند أهلي، أوكي عند أهلي. هلا بدنا نروح كمان عند أهلي، أوكي عند أهلي، بصير ماشي 5 سنين عقبال 100. في حدا له زمان مجوز؟ 20 يا ابو 20. واو وين استاذ؟ بس انت بتحكي انت اللي يعني الناطقه باسم ال 20 سنه؟ كيف حلو؟ شو ما بده يحكي بالموضوع، خلص افتح لي قلبك، شو القصه؟ شو في؟ متضايق شو 20 سنه؟ انتبهوا الليله زعيد زواجكم عايزين تنتقلوا كثير، بعد في افار بدنا نعمله نبرهن انه كل شيء تمام بعد 20 سنه كله بعقل بقى ما تنتقلوا، انتبهوا الا اذا ضد العلاقه بعد الزواج. في ناس ما حبوا العلاقه بعد الزواج. صعب صعب، المرأة والرجال مخلوقين ما بيشبهوا بعض هيك، بحطوهم بالقفص الذهبي بيقولوا يلا هاف فان 50 سنة، اتس نوت ذات فان، كثير صعب. 150 مدام صار لك 50 سنة مش لا يوبيل الذهبي يعني يوبيل الذهبي فيكم تبيعوها إذا مصرياتها حلوين. وينو المسيو؟ مصور استاذ ما له نفس يحكي يعني. لي انا بجرب ضحك واعمل 50 سنة صعب عن جد صعب. شو صعب يا خيي؟ شخصين ما بيشبهوا بعض، ضغط. بالزمانات كان اهين، الرجال كان بالزمانات ملك ما كان يخاف، هلا الرجال بخاف، الرجال صار بخاف لانه بيعصبوا على بعض. بالزمانات المرأة كان ممنوع تعصب، مربيه بطريقه انه اوعى هيدا جوزك ما في، هلا لا المرأة بتعصب والرجال ما قادر يعمل شيء. بالزمانات الرجال كان بطل المجتمع معه، مجتمع ذكوري، الدين معه، السياسه معه، المجتمع معه، البنايه، الحي، الرجال كان ملك. يبقى اذا عصب الرجال مصيبه، ما تعصب يا رجال. جن المرأة فوتوا على اوضتكم يا اولاد، بيكم عصب ما بقى تسمعها. هلا تسمع فوتوا على اوضتكم يا اولاد، امكم عصبت بيركم البيا بالاولاد، يتخبوا يتوزعوا على كل الاوض تيبقى حدا يخبرنا انه المرأة كثير مضغوطه هلا. مرة كانت مبرمجينا يا حرام تجيب 10 أولاد بل عم تضحك كيف؟ هلا المرة ولدين، لا لحظة لحظة في أنا كمان جن تتعب تتعب. واللي بيربي بيعرف شو بيربي الرجال، شو بيساعدها للمرة بالتربية؟ بصير نطحة ولا هيك بقول له اعطيني قطرة بيعطيها كنت نطيج عور ولا صبخة، اعطيني كريم بيعطيها قطنة، شو بدي بالقطنة هلا بجننها، شو بيساعدها؟ ما بيعمل شيء. أو بيساعد بالحكي، الرجال بيفكر حاله إنه هو يعني مشارك، انه بكون لها 4 ساعات عم بتنيم البيبي بالاوضه، توصل بعد 4 ساعات غفيت البنوت واصله هي هيك، وبده يحط ايده يحط ايده معها بقول لها غفيت ايه تقبرني، انه هو شارك مثل نوع من تصريح او عبى محضر. شو غفيت؟ لا بعدها واعيك، شو عملت انت؟ هيك تنظير لعبت اليوم تقبرني، انبسطت هو كل نهار برات البيت، شو عرفك؟ بس انه بحط ايده مع مكس بتجن المرة بتختنق. تغيرت الايام تغيرت، وهي التكنولوجيا كمان عنا هين الرجال عليه ضغط كثير، ما كان في سلولات بالزمان، يروح الرجال على الشغل يروح يغيم وين بدك تلحق، يريح دينين 10 ساعات 12 ساعة حسب شغله، الدنيا لازم ترتاح. هلا ما في تحت الضغط، هلا هلا العلاقات كثير صارت صعبة كثير، المرة ما عم تقدر تحمل. هلا في شغلة وحدة عم بتساعد بالكابلز هي قصة الشوبينج، في كثير نسوان شوبينج عم بيساعدهم، يمكن تحس حالها بعدها مرة وحلوة بتشتري حلوة مفهمة، الشوبينج كثير عم بيكون دواء لكثير من النسوان، بس عنده سايد افكت بيضرب صحة الرجال بس مفيد، العلاقة بتكفي. بعرف شو خص هاي بهاي، إنه أنا إذا ما اشتريت سكربيني وجزدان اليوم أنا ما أقدر أكمل بهالعلاقة، إنه جزدان مرتب هيك سينية بيناموا الأولاد أبكر ما بعرف، بيساعد بالتربيه بخف الضغط، بس انه كثير علاقات ماشيه هيك شوبينج. ايه بس شوبينج بلبنان
الشوبينج بقى ايام قبل وين تبقى المراه انوع، اليوم الشوبينج بيكسب. عم نحكي اشياء مرتبه وسينيه وديزاين. زمانية المرأة يبقى كادو بريستو تنغرم المرأة بجوزها على 3 أشهر، بريستو مع طربوش شهر عسل، جددوا زواجهم بريستو مع طربوش وتخنة طالعة بالمطبخ وركض وبسط. كانت المرأة أنوع، يبقى كادو غسالة بجرنين تغيب عن الوعي، ما تصدق غسالة بجرنين قصة، يجوا ضلوا شهر يجوا يسهروا عندها أهلها يهنوها بالغسالة وبجوزها وبصوت الغسالة وبجوز تنقيت يا بنت. كان غير هلا الشوبينج بكلف، مين ما بحب يعمل شوبينج؟ مين ما بحب يشي حلوة؟ بس كيف حساباتنا بلبنان أنجي ملحقين، واحد ما قادر مع ستريس والتعصيب ما بنعرف ايمتى تيجي الضربة. صعب، اخترعوا هيدي الكارت، هي مصيبة، تدفع بالكارت مصيبة، هيدي ما في كنترول، مثل واحد عطي مرته حنفية حطتها بجزنان موصولة بقسطة ديريكت على الخزان على البنك، ما في سكر كارت هاي حتى لها 100 150 دولار، ما في ليميت، ما في سكر، بس بيصل لك مساج انت شنو عم بيعلموك، شنو عم ياخذوا رايك، قادرين تمرقوا فستان رابع، خطايا المره تعبانك فرفح شوي، راح فستان طاروا المصريين. رجال بيرتعبوا فتره الاعياد، بيرتعبوا من السلولار الرجال، تبونوا بالكافيه وقاعد رجال حاطي سلولار وصالي عليه هيك كان سلولار بده يهجم عليه، لا بس في مساج بده يجي بوجهه. صحيح مع ستريس ما بيلحق الواحد، يعني اذا واحد انسرقت كارت مرته المفروض يبنك يركض على البنك يوقف تلفنه، بليز وقفوا لي الغول الكارت لشو، لان قد ما صرف الحرامي ما راح يصرف اكثر من مرتك، ما انه معبى مش عم بيربي. شو بيجوا بيقولوا لك ببشروك بشرى ساره ستات من وقت لوقت، مفترض ان احنا نفرح وننط ديسكاونت سيل؟ لا مش سيل عادي، عايشتي عامل سيل، واو. وإذا ما رديت تلحقك على البكمون، أينشتي عامل سيل، بتفوت لجوا بتلحقك على المطبخ مثل السنوز بتطلع حتها تاخذ شيء، أوكي شو يعني أينشتي عامل سيل؟ كثير مأذي أينشتي، أينشتي عنده أشياء كثير حلوة، إخوات ولبتكم إياه وماركات وروعة بس مأذي، لازم يسكروه. ليه بدل ما أبو فعور راكد على اللحمة والدجاج روح سكر أينشتي، بأذى. قد ايش صار لها قصة لحمة ودجاج والبكتيريا؟ ما بعرف حدا مات من ورا اللحمة، أنا بس بعرف 2 ماتوا من ورا قايشتي، 2 زلمة صاحبنا 50 سنة صحته بتعقد، يعني عنده شركة طويلة عريضة بس شغل كتير صعب، أنجا أمالك ليش حاله شو كيف عم يشتغلوا الرجال؟ بشيل 5 من هون بحطها هون بشيل 2 كله محسوب، قاعد يعني عم بيقرا جريدة كافي وبيصلوا مساج فستان 4200 دولار كيس كرداك أشد بأرضه، أشد بأرضه أخذوه على البلانس بيقهر كانوا لحقوه، بلشوا اسعافات ودنيا وحالي وشاف الكتريك اول ضربه، الثاني عم بيرجع نبض وتي تي تي، الثالثه لحقته فولار 1700 دولار، برر صار يرف مثل السمكه بيقول، انا ما شفت بس وصل على الارجانس هيك عم يعمل فولار ماشي متر 40 ماشي بعرض 50 1700 دولار، ما حملها ما حمل مساجين ورا بعض، جرحتين يعني ورا بعض، يا ريت ثاني مساج ما وصل بس خلص شيء 50 سنة يا مدام خسر العين عنكم، والله يا استاذ بنعمل لك تمثال حلو، المهم واحد مش قادر يضاين يضاين، المهم يكون مبسوط، مبسوطين الحمد لله، يعني انه كمان في تفاصيل كتير، لا صعب صعب، انا مع جاري له شيء اقل منكم شيء 44 سنة مجوز، والله بجنني مبسوط وبوزيتيف وبضل يضحك وبقوم قد ما انه متفائل بيسال بنعطيت عنده ميتين ما معه خبر بيسقيهم، عنده حبه بالنيه منشفه، او هو عامل حاله انه مبسوط وما له منشفه ما بيعمل لها هيك للحبه مبسوط. سالته مره قلت له عمو كيف خبرنا بدنا هيك نحن نلحقكم انتو كيف هيك حسك هالسعاده كيف؟ قال لي عمو سكر تمك، قلت له نعم، قال لي ما تحكي شو ما بتقول لك الا ايه، قلت له شو العلاقه؟ قال لي ما بتعرف شو ما تقول ايه، هز براسك هون هيك هون هيك، قلت له هيك هاي السعادة؟ قال لي لا ما بكف انت بتكون متفائل بدك تنطر، قال لي في نطرة في نطرة، بس قال لي بتحس سعادة مش طبيعية، شو بدك؟ قال لي بدك تنطر عمو في نطرة، ضوي التيفي، قال لي حط هالتيفي بنهارات وقعد انطر، قلت له شو بدي انطر؟ قال لي انطر بيجي نهار بتموت ترتاح.